من الشان لا تريد أن القوات الأمريكية أن تخرج من العراق. إذا خرجت القوات العراقية لن يبقى لها حمل، ماذا تحمل؟ كل بياناتهم لإخراج القوات الأمريكية وهالتضحيات وهالصرف وهالصواريخ، وتقول لي ما يريدهم يطلعون؟ هسه احنا نحكي سياسة أحمد، لو تريد نحكي لك لا، نظريات الشعب ده يسمعنا، هي مو قضية وياي، الشعب ده يسمع اليوم. شعب يا شعب العراقي، يسلم عليكم أحمد القاسري من استراليا، يقول لكم الميليشيات تريد القوات الأمريكية تبقى، أخذوها من عندك. صح، طيب شنو الدلائل والبراهين اللي عندك؟ البراهين هو اساس عملنا، هؤلاء سب كونتراكترز بالانجليزي، هؤلاء يعني متعهدون محليون، هذا يعملون بالاجره ولديهم مصالح طبعا وشبكه من الارتباطات التجاريه والسياسيه موجوده في الداخل. الموضوع مرتبط بايران يا سيد، هؤلاء يعملون بقرار ايران. ايران لا تريد امريكا ان تخرج من العراق، هي تريد القوه الامريكيه المهدده للواقع الامني الايراني ان تخرج من العراق. ولكن امريكا يجب ان تبقى حتى الموضوع يبقى مبررا، حتى تدخلها في العراق يبقى مبررا، رفعها لموضوع لواء المقاومه وتحرير العراق من اذا كلها ارتفعت، هذا في جره قلم من الكاظمي، ما حد ايش يشتغلون، هم يقعدون عندنا وينتهي الموضوع. فلذلك انا اقول انه كما اشرتم يعني في المداخله مع الاستاذ الضيف، انه هناك قواعد من الاشتباك، وقواعد ايضا ليس للاشتباك فقط، للحضور الايراني الامريكي في العراق. ومن ضمن هذه القواعد هذا هو الاتفاق على الاتزان في ميزان القوة، على أن لا يهدد التواجد الأمريكي العمق الأمني الإيراني، جميل، وأن لا يهدد التواجد الإيراني الحضور الأمريكي في منطقة الطاقة اللي هي منطقة الخليج. هذا هي قواعد الاتفاق التي يجب أن تكون حاضرة. هكذا يفكر ترامب وهكذا يفكر روحاني أيضا. لذلك يا سيدي انا اقول احنا وجودنا، بس اذا سمحت لي بثواني، تفضل، وجودنا في هذه المعادله يجب ان لا نكون يعني ان لا نحرك من الخارج، يجب ان يكون لدينا استراتيجيه خاصه بنا كعراقي. رفع لواء ايران برا وامريكا برا جيد جدا، ولكن الان انت عندك توغل تركي في شمال العراق، عندك مشكله ميليشيات مرتبطه بايران، قوات التحالف الموجوده في العراق هي القوى الضامنه بحسب تصور العراق، لا يستطيع ان يفرط، لا نمتلك عمق يعني جوي، ونحتاج الى قوه دوليه سانده.